مستشفيات جامعة الأسكندرية التي تخدم 4 محافظات وتعاني من إهمال جسيم بسبب نقص الإمكانيات كان لها بديل لا يعلم عنه أحد طيلة الفترة الماضية. البديل كان عبارة عن منحة هولندية تم تخصيص 1 مليار جنيه منها لبناء مستشفى طوارئ أطفال سموحة ومستشفى برج العرب الجامعي. هنا برضو عشان العهدة هنقفل الساعة 1 ونحافظ على عهدتنا، كأن المنتج الأساسي اللي مفروض يوصل للمواطن مش هو محل الاهتمام. اللي محل الاهتمام إيه؟ إن أنا أستف ورقي بالشكل الذي يؤمنني. ده الحقيقة هذا الفكر لازم ينتهي، وعشان ينتهي يبقى احنا لازم نكون موجودين عشان إيه؟ من خاف ما سلمش. ومع تنفس آلاف المرضى الصعداء اكتشف رئيس الوزراء أن افتتاحه لمستشفى طوارئ سموحة كان مجرد مسرحية، الأمر الذي دفعه لإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق. قبل ما يجي سيد رئيس مجلس الوزراء وبدأنا نتناقش ليه الحاجات دي ما بتشتغلش، اللي قال بقى فيه معرفش أجهزة أصل لسه معترضين على استلامها، اللي قال مفيش مشكلة تمريض، كل ده أنا شايف إن دي فعلا مشكلات ولو موجودة ولكن ممكن التغلب عليها. يا جماعة اللي عاوز يشتغل في الظروف اللي احنا فيها دي ما ينفعش اقعد استنى اقول لما يكمل ويكمل ويكمل، لا انا اخد المتاح وشغله. حينما يكون شعار الدخول الى مستشفيات جامعة الاسكندرية الداخل مفقود والخارج مولود، وحينما يوجد البديل ويحاول المسؤولون اخفاءه، وقتها يمكن القول ان الازمة هي ازمة ضمير وليست ازمة امكانيات. محمد فؤاد.